الفني لغزل المحلة الكابتن محمد عودة. كابتن عودة برحب بيك. حبيبي يا كابتن اسلام، وحشني جدا جدا جدا. وانت والله يا كابتن كريم وكده يا كابتن، ربنا يخليك كابتن، ودايما تكون متألق كده، واتمنى لك طبعا التوفيق. انت مدرب كبير جدا، وان شاء الله تعمل نتائج كويسه مع غزل المحله ان شاء الله. والنهارده بدايه شايفها، هل هي بدايه طيبه مرضيه بالنسبه لك؟ بتلاعب فريق المصري، طبعا فريق مميز وفريق كبير. عنده مشاكل قبل المباراه، مشاكل ماليه واداريه، لكن طبعا في الاداء الفرقه بتكون مختلفه. فهل النتيجه النهارده مرضيه بالنسبه لك ولا لا؟ والله مبدئنا يا كابتن اسلام، برضه بلاعب فريق كبير، فريق جهز عني، لعب في افريقيا ماتشين، بدأوا قبلها بكتير. احنا يعتبر يمكن اخر فرقه بدات في الدوري الممتاز. اتاخرنا، جبنا الصفقات بتاعتي، يمكن بقول لحضرتك يمكن الصفقات جت قبل القدم يقفل بثلاث اربع ايام. جبت حميد ناو وفوابي وابراهيم صلاح في اخر، وفي اخر يوم بالتحديد جبت اهم سمير، جبت غنيم، يعني لعيبه كتيره جبتها في اخر يوم في الكيد، فما لحقناش نجهز كويس قوي. انما الحمد لله احنا اتفرجنا على فرقه المصري، اتفرجنا عليهم ماتشين كويس قوي قوي قوي، ودرسناهم كويس قوي، وعرفناهم اللعيبه، وعرفنا مفاتيح اللعب بتاعهم. على قد كده اغلقنا مفاتيح اللعب، يمكن يكاد الشوط الاولاني ما فيش ولا هجمه خطر علينا خالص. بالعكس احنا رحنا انفراد لعبد يحيى، وانفراد تاني لهشام بلحم الثاني، كان لو جبنا الثاني كان الماتش اتقتل خلاص. بس الحمد لله بنحمد ربنا. الشوط الثاني طبعا بدنيا احنا كنا اقل شويه، بس لو تحسب احنا رحنا برضو ضيعنا فرص الشوط الثاني. وبحمد ربنا وبشكر اللعيبه على الاداء الرجولي النهارده، ومبسوط طبعا بالنقطه في بدايه الدوري مع فريق كبير زي المصري. طبعا يعني انت حضرتك من يعني لما توليت او ظهرت في الدوري الممتاز، اديت انطباع طيب جدا يعني عن المدربين كمان الصاعدين، ومحدش طبعا ينسى الفترة اللي انت حضرتك كنت متولي فيها. انت حضرتك النهاردة كمان بتعود مع فريق كبير، فريق ليه تاريخ كبير جدا، فريق غزل المحلة. كان قدم فترة من الفترات في الموسم اللي فات يمكن أداء مذبذب شوية، كان في تحسن كبير ثم بعد كده حصل تراجع. هل في طموحات بالنسبه لك؟ هل غزل المحله ممكن نشوفه ضمن الانديه، انديه مش هقول لك المربع الذهبي، ولكن ضمن الخامس السادس في الجدول الدوري؟ والله يا كابتن اسلام، وده اللي احنا بنشتغل عليه السنه دي. طبعا السنه فاتت بنشكر الكابتن خالد عيد، عمل موسم جميل وفاعل مع الفرقه بالذات الدور الاولاني، وبنشكر الاداره وفاء في ظهرنا ويعني بتدعمنا. النقطه بس اللي بعدتني الفتره اللي فاتت، تعرف انا كنت في ليبيا كابتن اسلام، قعدت سنه مع اهلي بني غازي، والسنه الثانيه خدت مع النصر بني غازي اللي هم عاملين زي الاهلي والزمالك هنا. دي اللي بعدتني عن الدوري المصري. الحمد لله رجعت وماسك فريق كبير، غزل المحله تاريخ كبير، بنحاول نرجعه ان شاء الله الامجاد ثاني. معايا الحمد لله فرقه محترمه من الشباب ومن الخبره، بس هو الوقت. بس انت عارف يا كابتن اسلام، بقول لحضرتك احنا السنه دي مشي 17 لعيب، فبنعمل فرقه جديده محتاجه وقت صبر، وان شاء الله باذن الله شويه شويه، انا مش مستعجل، ان شاء الله شويه شويه نقف كده على رجلينا ان شاء الله، ونبدا بقى لعيبه تكون خدت الثقه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نعمل اداء يرضى جماهير المحله كلها ان شاء الله. والنهارده الحمد لله طالعين جمهور المحله راضي، والحمد لله راضيين بالنقطه، وان شاء الله باذن الله القادم افضل باذن الله يا كابتن. كل التوفيق ليك كابتن محمد عودة، المدير الفني طبعا لغزل المحلة، ولفريق غزل المحلة طبعا، فريق يعني أنا دايما بنحاز للأندية الشعبية، فرقة زي غزل المحلة، فرقة زي المصري، فرقة زي الاتحاد السكندري، فرقة زي الإسماعيلي. طبعا في أندية صعدت للدوري الممتاز، أندية مهمة، وبتكون طبعا بتمتلك إمكانيات وإمكانيات كبيرة جدا، إمكانيات طبعا مالية زي فاركو.